الموضع السادس محمد مصطفى رد على محمد حسين يعقوب في مواضع، من ضمنها في محاضرته التي كانت في جهة السامراء مسجد الطندب ذاك، اللي هي محاضرة بعنوان الإخوان المسلمين، كلام زي ده منهج الإخوان المسلمين، إجرام يتكلم في الإخوان المسلمين. وانتقد محمد حسين يعقوب ووصفه بأنه من الإخوان المسلمين. يا محمد حسين يعقوب برضو يا جماعته جماعته دايما والله ما شبكة واحدة، وبيصير لك السلفية وهذه ليست سلفية، ولا عنده كلام يجينا أنصار سنة أنصار جن، تعال قابلنا تعال ورينا الأدلة. والهواري يثني على منه محمد حسين يعقوب. أما محمد حسين يعقوب فلا عندي قول واحد هو سلفي، وكل من طعن فيه ما طعن فيه بحق ولا يعرف قدره. وهو يصف الهواري بأنه بأن الهواري حبيبه. الدكتور الهواري أبكي أنا أتنى الهواري أسأل أي دول غير العربية المعاون الثمانية والتسعة على شنة فنين أسأل أنه يقول لك يا سلام رجل ويكفي أنه رجل دكتور وأنت دول عربية ساكت دول يا أخي من خيرة الناس عندي ومن خيرة الأحباب ومن خيرة العلماء يا أخي. كده انت الشغل دي لين مالي ده مبدعه وبينقد الجماعة كلها بأنها بتتعامل مع السرورية وإنهم شنو ما بيرضوا الكلام في ده، تكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب محمد حسين يعقوب محمد حسان. والله صحيح بعض الرجل ده البدع باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل، وأحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة جماعة الإصلاح لأنه مترئيسنا جهلة. وفي النهاية إذ بنوا ده ما يدلك على أنه الشغلانة دي فيها نظر، وأنا أحذر من هذا التنظيم. أوعك بنوا المذهب السروري عبد الحي ما 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 قريب مننا وما مبتدع ومدثر وشغلانة. والهواري ما بيرضى الكلام في محمد حسين يعقوب وبيثني عليه وبرضه حبيبه. دي بتتلمى يا جماعه الشغله دي، ده تناقض يا محمد مصطفى كده اصبر ليلس. طيب ده التناقض السادس